المشكل اللي عندي هو السكر في رجلي، وكنداوي عندهم 8 اشهر والسيروجي اخر لحظه عطاوني رانديفو باش ندير العمليه، وقالوا لي جي مع الصباح بلا فطور. جينا بلا فطور، ما حنا كنتسناو دابا حتى لوحده ونص ولا جوج، قال لك سير حتى للاثنين، على ما كانش الخدمه حتى للثلاث. هذا الشيء اللي بيناتنا حنايا، وجدنا لهم كل شيء، دوسي كاين، كل شيء كاين، الاوراق كاينين، عطيناهم التحاليل، عطيناهم داك الشيء، وقال لك غدا صافي بقى لينا غير الدم اللي درنا يامس التحاليل ديال الدم ما دفعوهمش ليهم، قال لك باقا ما جاوش، بقينا نتسناو. هما قال لك دابا سير حتى الاثنين، ولا كانت ما كايناش الخدمه الاثنين جي الثلاث. العمليه راه خدامين متبعين معاهم كيداووا فيها 8 اشهر، ودابا العمليه في هذه جوج سيمانات ولا ثلاثه، وحنا كيقول لك اليوم غدا اليوم غدا. ملي كتجي كيقول لك سير دير هذه، قلنا لهم حنا دايرين التحاليل وكل شيء ديال الدم، هما قدامك، قال لك لا جيب لنا حاجه جديده. ملي كنمشيو كيقول لك سير عند البناج يعطينا ورقه. ملي عجلنا من عند البناج هذوك الاوراق وشافهم ثاني الطبيب هنا اللي باغي يدير العمليه، قال لنا سيروا نهار الجمعه جي بلا فطور بلا والو، هو جيب لنا الدم اللي جينا اليوم الصباح، قال لك راه ما جاناش. كنا باغي نديروها وما درناش، هما اللي قال لنا جيو الجمعه منا غادي دير العمليه صافي. هذا هو الاخر لهم في الرجل، وما تلاوش داروا لي حتى خلاونا مسخسخين بالجوع حتى للجوج، وعندك السكر وكتحس براسك غادي تفرقع، القلب ديالك كيتحسك، وما وشافوا الرجل ماشي ما شافوهاش، وداروا لي الدواء وقال لك غدا صافي يجي العمليه ديالك هي الاولى. من 7 الصباح حنا باركين هنا داخل المعامله، غير تسنى بلاتي هذه من هنا كيشوف هذا كيقول لك سير هذه راه باقا ما جاتش، باقا ما هذوك باقا ما صيفطوش لينا الدم، وما صيفطوش لينا هذيك ديال الدم. اش قالوا لينا؟ البروفاج تحليل والدم. لا هذيك الاخرى فصيله. الفصيله قال لك الفصيله ديال الدم ما جاتناش، والدم تا هو باقي ما جاناش. كان اخر طلب كنطالبوا رجلي يديروا لي العمليه باش نوقف على رجلي ونمشي لخدمتي ثانيه ونعود نجيبوا الوليدات ما ياكلوا.